السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم كل خير. معكم أخوكم محمد وخاري. زي ما عودناكم من شركة بروج، بإذن الله نحاول نصور لكم أفضل المشاريع والشقق الموجودة في مدينة طرابزون. حاليا احنا موجودين في منطقة بليتلي، نبعد عن مطار طرابزون ما يقارب بالضبط تقريبا 5 دقائق. راح نعرض لكم شقة بإذن الله تعالى في هذه العمارة، طبعا على شكل كامباوند، طبعا لها سور مثل ما انتم شايفين، وعندنا هنا مواقف السيارات تتسع ل 16 سيارة، والعمارة فيها 16 شقة، يعني كل شقة لها حق لموقف لسيارة واحدة. طبعا عندنا هنا مستودع على شكل جراج مغلق. بإذن الله تعالى راح نطلع نصور لكم شقة في آخر دور، في الدور السادس. طبعا العمارة فيها مصعد، والبوابة فيها بنظام كلمة المرور بحيث ما يدخل لها أحد. راح نوصل الآن لآخر دور ونصور لكم الشقة من الداخل. وصلنا للطابق السادس، طبعا مثل ما انتم شايفين كل دور فيها 3 شقق. راح نصور لكم شقة رقم 15. طبعا في البداية نبدأ بتمديدات الغاز. المنطقة هذه مميزة، واصل لها الغاز الطبيعي مثل ما انتم شايفين. شقة رقم 15. اول ما ندخل عندنا ما شاء الله تبارك الله مدخل واسع بشكل طولي. على يسارنا مباشرة عندنا الصالة، هي عبارة عن تقريبا 30 متر مربع، ومثل ما انتم شايفين نظام التدفئة عندنا مرتبطة بالغاز الطبيعي، وايضا لنا مخرج للبلكونة راح نشوفها الان وياكم. القوا نظرة على الاطلالة هذه، طبعا لنا اطلالة جانبية على البحر، ايضا اطلالة جانبية على المزارع اللي موجودة حوالين المجمع. منها نتوجه للبلكونة، طبعا مثل ما انتم شايفين بلكونة ماخذة واجهتين، لها واجهة خلفية على المزارع، ولها واجهة أيضا جانبية مطلة على البحر. طبعا المنطقة مركزية قريبة من المواصلات، قريبة من الماركت. هنا عندكم تقدروا تحطوا نظام التدفئة، اللي الجهاز اللي يسموه الكومبي، يعني مساحة شرحة ما شاء الله. الأرضيات في جميع الغرف والصالة باركيه بحيث تحافظ على التدفئة. وهنا عندنا الغرفة الثانية، الغرفة الأولى آسف، مساحتها تقريبا 4 × 3.5، مساحة جيدة تكفي لسريرين ودولاب. منها نتوجه للمطبخ، طبعا الشقة عمرها تقريبا 3 سنين مثل ما انتم شايفين، دواليب فيها راكبة جاهزة، أيضا لها مخرج للبلكونة اللي شفناها. طبعا الشقة فيها 3 دورات مياه، هذه دورة المياه الأولى بشكل أفرنجي عزكم الله، فيها الشطافات. وهنا عندنا دورة المياه الثانية أيضا كاملة، فيها المروش والمغسلة والكلوزيت كرمكم الله. عندنا هنا الغرفة الثانية تكفي فيها سرير ودولاب تقريبا، مساحة متواضعة، ولها بلكونة. طبعا البلكونة هذه مشتركة بين الغرفة الرئيسية والغرفة الثانية اللي شفناها وياكم، اطلالتها ايضا خلفية على المزرعة. منها نتوجه نشوف غرفة النوم الرئيسية، طبعا هنا عندنا غرفة النوم الرئيسية، مساحة فيها جيدة شرحة، وايضا فيها نظام التدفئة. نظام التدفئة موجودة في جميع الغرف اللي هي مربوطة بالغاز الطبيعي. وهنا عندنا دورة المياه التابعة لغرفة النوم الرئيسية، مساحتها متواضعة ولها مخرج للبلكونة اللي شفناها وياكم. طبعا الشقة هذه ميزتها يعني تقدروا تشغلوها كاستثمار يومي، تأجيل للسياح مثلا في فترة الصيف، وللطلاب مثلا في فترة الشتاء، أو للسكن الخاص. هذا يعتمد للمالك اللي ناوي مثلا يستثمر في مجال، يستثمر في الشقة هذه بحكم أنه منطقتها مميزة جدا للسياح، خاصة أنها قريبة من مطار طرابزون، وأيضا قريبة من الميدان، قريبة من مول الفورم، يعني تعتبر منطقة مركزية واصل لها الغاز الطبيعي. تقبلوا تحياتي أخوكم محمد بخاري هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم.